المنتخب اتعادل 1-1 الدقيقة 42 جه فينا جون، الدقيقة 70 مو صلاح أنقذنا وبقينا تعادل. خليني هنا بقى أفهم شوية عن الماتش أو نحلل الماتش قدر الاستطاعة. كده كده كريم رمزي جاي طبعا مما لا شك فيه، يعني هيقول كل حاجة. لكن أستقبل معايا على التليفون صديقنا وزميلنا العزيز الأستاذ محمد عراقي، الناقد الرياضي ومدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة. ازيك يا محمد؟ ازاي الصحة؟ ايه الأحوال؟ كله تمام؟ كله تمام، ازاي حضرتك؟ أقدر أقول برافو علينا ولا إيه؟ برافو علينا، يعني برافو علينا طبعا. طمع حلو في الكوره، يعني احنا لما نطمع ان احنا نفوز كمان في مباراه خارج الارض في ظل الصعوبات دي امر كويس وامر محمود. ولكن لو بصينا للغه الارقام وبالورقه والقلم، لا الحمد لله، برافو جدا على المنتخب، برافو جدا على اللعيبه، برافو جدا على الجهاز الفني طبعا للمنتخب. كنا نامل كلنا كمصريين ان احنا نحقق الفوز ونقترب بشكل كبير جدا من الصعود لنهائيات كاس العالم، ولكن في ظل الصعوبات الكبيره اللي حضرتك عارفها، يمكن احنا بنتكلم وكلمنا اكتر من اتصال تليفوني قبل المؤخر وكلمت مع حضرتك ان في صعوبات كتير طبعا. منها مثلا ان اللعيبه يعني المحترفين خلصوا بدري جدا مع فرقهم، وبالتالي الفتره اللي فاتت كانت بالنسبه لهم فتره راحه، فكان على الجهاز الفني تجهيزهم بشكل كويس جدا خلال فتره قليله جدا. شفنا كمان قصه المؤخر والاجنده الدوليه بتبتدي يوم 3، وكابتن حسام كان مصر ان هو يبتدي المؤخر يوم 28 ونجح الحمد لله في ذلك. اعتقد ان جهاز فني جديد للمنتخب بعد اخفاق كبير مع مستر فيتوريا في بطوله كاس افريقيا الاخيره، واللي شهدت يعني تالق منتخب بوركينا ومنتخب غينيا اللي احنا عاملين نقلل منهم وبنقول ان هم منتخبات صغيره. المنتخبات دي على فكره ظهرت بشكل افضل مننا في بطوله كاس افريقيا الاخيره، الحمد لله فزنا على واحد فيهم وتعادلنا مع واحد فيهم خارج الارض. احنا دلوقتي الحمد لله زي ما حضرتك قلت وتفضلت وقلت 10 نقاط متصدرين المجموعه، منتخب غينيا ورانا 6 نقاط، منتخب بوركينا اللي بيلعب دلوقتي مع منتخب سيراليون 4 نقاط، حتى في حاله فوزه هنفرض ان هو هيفوز يعني هيبقى 7 نقاط، وبالتالي احنا مستمرين في صداره المجموعه لحد باذن الله لما نبتدي تاني جوله جديده في التصفيات في 17 مارس اللي جاي ان شاء الله قدام اثيوبيا في الجوله القادمه في التصفيات المؤهله لكاس العالم. بس عندنا في شهر 9 ان شاء الله مباريات في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا، يعني في 9 اللي جاي تصفيات المؤهله لكاس افريقيا، ولكن في مارس اللي جاي هنستأنف مشوارنا في التصفيات المؤهله لكاس العالم. يمكن النهارده بهدف صلاح، مو صلاح طبعا النهارده بهدفه اصبح 5 اهداف في التصفيات متساويه مع تريزيجيه، هما الاثنين هدافين في التصفيات. ناس كتير اتكلمت النهارده ان صلاح رفض التغيير، انا باكد لحضرتك الكلام ده غير دقيق تماما. يمكن كابتن حسام كان فعلا بيجهز ناصر ماهر ومصطفى فتحي ان هو يدفع بيهم في نهايه المباراه، دفع بناصر ماهر وكان فعلا مصطفى فتحي هينزل مكان صلاح، بل وصلاح يعني ابتدى يخلع شارة القياده، ولكن كابتن حسام في اللحظات الاخيره فضل استمرار محمد صلاح وهو اللي شاوله وقال له لا استمر في الملعب، يعني ما كانش فيه اي رد تماما. ويعني اعتقد عدسات التلفزيون النهارده نعرف لنا ووضحت لنا ان العلاقه بين الثنائي جيده جدا جدا، شفنا ده في حصول محمد صلاح على التعليمات من كابتن حسام تاخر بمناسبه في الكولينج بريك، كمان كان بيتكلم معاه هو بشكل صريح. النهارده صلاح تالق واحرز هدف وكان ممكن يحرز اكتر من هدف، كان في كوره في اخر المباراه كان ممكن كمان يحرزها كانت كسبتنا المباراه، وفي كوره ثانيه كمان اهدرها كان ممكن تبقى هدف. اعتقد ان العلاقه جيده جدا بين كابتن صلاح وبين كابتن حسام حسن. بالنسبه لاصابه مصطفى محمد، عشان ناس كتير بتسال عليها، هي اصابه في اربطه الركبه وان شاء الله هيخضع لاشعه بمجرد عوده المنتخب للقاهره. المنتخب هيركب الساعه 1 بالليل النهارده بتوقيت القاهره وهيوصل 8 صباحا بالسلامه ان شاء الله بكره باذن الله. بالنسبه برضو لمصطفى شوبير، ناس كتير كانت بتقول ان هو تعور، انا بطمن حضرتك برضو ان مصطفى شوبير ما تعورش ولا حاجه، هو فعلا يعني حصل عليه القاء بعض الاشياء من المدرجات غينيا، ولكن هي كانت عباره عن اكياس ميه يعني ما اثرتش معاه او ما يعني ما تعرضش للاصابه بسببها، الحمد لله هو تمام وكويس الحمد لله. ان شاء الله باذن الله مشوار لسه طويل لمونديال كاس العالم اللي هيقام في امريكا وكندا والمكسيك في 2026، لسه عندنا مباريات كتير لسه، بس الحمد لله برضو في نقطه مهمه جدا ونقطه ايجابيه ان كل المباريات اللي جايه ان شاء الله يا اما هتكون على ارضنا يا اما هتكون على ارض محايده، يعني معظم الفرق اللي معانا في المجموعه الملاعب بتاعتها ما حصلتش على الموافقات اللازمه ان هي تلعب عليها المباريات، فبالتالي دي برضه نقطه قوه كبيره. والملعب ده كان صعب برضه يا محمد، يعني الملعب كان يعني مرتفع جدا عن منسوب البحر، وبالتالي نسبه الاكسجين بتبقى اقل، يعني لو اللعيبه مش متعودين عليه يتعبوا.
مظبوط مظبوط يا زيوت، في الاجواء يمكن في غينيا صعبه جدا، وده يمكن اللي اكبر الجهاز الفني والجهاز الاداري بقياده كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ان هم ياجلوا سفرهم 24 ساعه، وان هناك يخوضوا تمرين واحد بس في غينيا، وان هم كل فتره اقامتهم في غينيا يكون 48 ساعه بسبب الاجواء اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، اجواء صعبه جدا. ومنتخب غينيا منتخب مش ضعيف، منتخب غينيا ظهر بشكل كويس في بطوله كاس افريقيا، ودايما احنا لما نلعب مع منتخب ونلاقي ان المنتخب ما بيقدمش افضل حاجه بنقوم بنيجي على طول ونقول عليه منتخب ضعيف. طب ليه ما بنقولش ان احنا قدرنا ان احنا نغلق مفاتيح اللعب بتاعته؟ ليه ما بنقولش ان احنا قدرنا ان احنا نحجم المنتخب اللي قدامنا؟ وده اللي حصل اعتقد مع منتخب بوركينا وحصل مع منتخب غينيا، يمكن اعتقد في الفتره القصيره اللي تولى فيها الجهاز الفني الحالي وقائد كابتن حسام حسن منتخب اداء منتخبنا تطور، مش هقول ان هو راح في حته ثانيه لسه، لان لسه طبعا المأموريه صعبه ولسه الوقت لسه قدامهم، ولكن لما نيجي ننظر للمستوى اللي قدمناه في بطوله كاس افريقيا والمستوى الحالي اعتقد الفرق كبير جدا. وبرده ما ننساش ان احنا تعرضنا لظلم تحكيمي كبير في مباراه النهارده، خلينا ضربه جزاء الهدف اللي احرزه منتخب غينيا، يعني برده هدف مشكوك في صحته، وبرده بنضع علامات استفهام كبيره جدا يا استاذ يوسف على فكره عدم وجود الفار. تصفيات المؤهله لكاس العالم بتقام من غير الفار، حاجه يعني مخزيه بشكل غريب كبير. غريب قاره كبيره زي قاره افريقيا ان احنا يبقى بتقام تصفيات المؤهله لكاس العالم، يعني دي اكبر بطوله واعرض بطوله بتقام في العالم كله، وتصفيات المؤهله ليها تكون من غير الفار، واعتقد ان احنا ظلمنا بشكل كبير في مباراه النهارده وفي مباراه بوركينا كمان. لو حضرتك تفتكر كان في ضربه جزاء صريحه وصحيحه مليون المية لتريزيجيه، واحنا كنا متقدمين 2-0 في مباراه بوركينا فاسو، والحكم يعني ما اتكلمش عنها او انه حكم يعني ما حسبهاش. اعتقد في وجود الفار كانت اتحسبت والموضوع كان هيكون اسهل من كده بكتير. في المجمل الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز على بوركينا ونحقق نتيجه ايجابيه قدام غينيا، وبنحافظ على صدارتنا. كويس، طب قول لي يا محمد، انت سمعت القصه بتاعت انه محمد صلاح كان رافض التغيير؟ انا كان كنت بقول لحضرتك يعني القصه دي قصه مش حقيقيه تماما، ده يعني فنكوش اي كلام. لا خالص، هو الموضوع كله اللي ناصر ماهر وكان كابتن حسام كان هيدفع بناصر ماهر وهيدفع بمصطفى فتحي، وكان خلاص هما الاثنين على الخط. لما دفع بناصر ماهر وصلاح فهم ان هو هينزل مكان مصطفى فتحي او هيخرج مكان مصطفى فتحي، الراجل ابتدى يخلع شاره القياده، ولكن كابتن حسام في اللحظات الاخيره قرر الابقاء على محمد صلاح لاسباب فنيه. الراجل قرر ان هو يلغي التغييره وطلب من محمد صلاح البقاء في الملعب. انا بقول لحضرتك ده كلام كله كلام يعني مستهلك، بسبب طبعا ناس بتحب تصطاد في ميه العكه ويقول لك اصل العلاقه بين صلاح والعلاقه بين كابتن حسام. كلنا شفنا في الشاشات وكلنا شفنا في الملعب العلاقه عامله ازاي والعلاقه الجيده ازاي، وشفنا قد ايه حاله التناغم اللي بينهم. صحيح، انا بشكرك جدا 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 يا محمد، كل الشكر لزميلنا وناقدنا الرياضي الكبير محمد عراقي، وايضا مدير اداره الاعلام في اتحاد الكوره بالمناسبه.